السلام عليكم، كنشكركم على الحضور ديالكم والدعم ديالكم لنا اللي هو مهم في هذه الاوضاع اللي حنا فيها. انا ام بشرى ايت الفقيه، مقاوله شابه عندها محل مخبزه تريتور حلويات، خدات الدعم من برنامج انطلاقه في سنه 2020. خدمات في المحل ديالها في احسن ظروف ومربح الحمد لله، كل شيء مزيان الى غايه النصف سنة 2022. تعرفت على واحد الصديقة، هاد الصديقة الأب ديالها رجل قضاء سابق، دخلت معاه في واحد شركة صغيرة، من بعد اختلفوا وفرقوا المشكل اللي بيناتهم وبقوا على علاقة الصداقة. هاد البنت هادي نصبت على بنتي واغتنمت واحد الفرصة، حتى سرقت ليها واحد الشيك ممضي على بياض. الظروف في سرقات ليها الشيك، كان الاخ ديال بنتي جاي يودعها لانه بغى يسافر، اغتنمت الفرصه ديال بنتي ناضت تودع خوها، دارت يدها في الحقيبه قلبت حتى جبدات الكارنيت شيك، بقات كتقلب فيه، وهادشي موت كاميرا مثبته ديال المحل ديال بنتي. قطعت له شيك، رجعت له كارني البلاستو، طوات له شيك، دارته في ساكها. بنتي من بعد الرجوع ديالها للجلسه مع الصديقه ديالها لم تعير اهتمام، لانها ما شكتش فيها حتى شي حاجه وما كانت حتى شي حاجه باينه. ملي بنتي كتفتح الاوراق ديالها والكارنيت شيك ديالها كتلقى شيك ما كاينش، مشات دارت تعرض في لابونك وشكايه عند البوليس ضياع ديال الشيك. بعد ايام رجعت الكاميرا للمراقبه كتلقى لا فيديو اللي كتوثق السرقه ديال هاد لو شيك من طرف الصديقه ديالها. ملي طلبتها بلو شيك قالت ليها وصرحت ليها بلا فيديو، قالت ليها دابا نردو ليك، غير سمحي ليا وعافاك ما تشكيش بيا، لان عندها ثلاثه البنات يتيمات مات الاب ديالهم، استعطفت بنتي، بنتي ما مشاتش شكات بها بالسرقه. بقى الاب ديال هاد السيده هادي محتفظ بهاد الشيك، تا يعني عجبو الحال عمرو بواحد المبلغ كبير وقدموا شكايه على اساس انه كيقول في الشكايه انه تسلمه من بنتي. وفي المحاضر القضائيه ديال النهار الثاني كيجيب البنت ديالو كتصرح بان بنتي قالت ليها هزي له شيك ما تشوفكش البنت اللي خدامه عندها اللي كيسميوها المحاسبه، اللي مكلفه انها كتسخرها بنتي تمشي تدفع لي شيك للزبناء والمصالح ديال الطولمة. وكيصرح كذلك من بعد كيصرح هو شخصيا بانه تسلمه من بنته وهو اللي عمرو بخط يديه، وكيقول يعني في المحاضر القضائيه كذلك بانه خداه من بنته على سبيل الضمان. هذا هو المشكل اللي عند بنتي. بنتي تعتقلت يوم 14، في نفس اليوم اللي دار فيه هاد السيد الشكايه 14/11/2023، وانا قمت بشكايه نهار 15 بعد ما تلقيت الخبر، سلمته للسيد الوكيل الملك مع قرص مدمج مفرغ من طرف مفوض قضائي مع الشكايه ديال البوليس والشكايه والبوزيسيون اللي دارت بنتي، ان ولم يتم البت في هاد الشكايه. بعدها شهر 12 قمت بشكاية أخرى مفصلة ولم يتم البت فيها، إلى أن حكمت بناتي بواحد الحكم قاسي اللي هو 3 سنوات حبسا مع غرامات باهظة وعالية. بعد هذا الظلم يعني حنا الملف على الاستئناف، تواصلت مع هيئة قضائية أخرى، هيئة المحامين أخرى. هاد الهيئة قاموا بشكاية سيد وكيل الملك لم يتم البت فيها، قاموا بجوج المآلات لم يتم تحريك هاد الشكايات لا ديالي لا ديال هيئة المحامين إلى يومنا هذا. والآن بنتي عندها المحاكمة الأخرى في الاستئناف يوم الأربعاء، وأناشد المسؤولين أنهم يبتوا في هاد الشكاية ديال السرقة وفي هاد الفيديو بالوسائل ديالهم اللي غادي يعرفوا بها الحقيقة ديال هاد السرقة، مع العلم أن حتى الشيك اللي عمرو هاد السيد بيديه فيه خطأ فادح في الكتابة ديال الشيك، وتعطات ليه شهادة غير قانونية
على حسب الخطأ اللي في الشيك، والمدة اللي ما بين السرقة والإعلان عن السرقة والتعرض سنة وخمسة أشهر. وطالب الجهات المعنية أنها تسندنا وتسند بنتي وتسند الحق، يبتوا في شكايات ديالنا، ويكون الحكم إن شاء الله ديال نهار الأربعاء منصف الإبنة ديالي اللي هي تنصب عليها من طرف هذا الرجل القضاء السابق. وشكرا. طبعا باسم الجمعية المغربية ما تقش أرضي الدفاع عن الحق والحرية والموسيقية التنسيقية الجهة والجهة طرحة تافيلات، وأيضا الدفاع الاتحاد الدولي للدفاع عن حقوق الإنسان والشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام، كنساندوا العائلة ديال بوشراء آية الفقيه صراحة في المحنة اللي هي فيها، واللي طبيعة الحال حنا سبقوا درنا واحد العدد ديال التصريحات اللي سجلنا فيها ولا صرحنا فيها بالخروقات والمخالفات القانونية اللي رصدنا من داخل هذا الملف الحقوقي هذا، واللي وقفنا عليها عن كتب، واللي صراحة كنا كنتمنى أن القضاء أو الجهاز ديال الدعاء العام في المغرب أنه يبت فيها تحريك الشكايه. تحريك الشكايه ما كنقولش انا غادي نحكم او لا غندير متابعه، لان النيابه العامه هي اللي من تخصصها انها دير المتابعات، ولكن تحريك الشكايه. بكل اسف لمسنا واحد العدد ديال الخروقات من بدايه يعني الحصول ديالنا على الملف، لا سواء المسجله في اطار هذيك الوثيقه الماليه اللي هي شيك، واللي هي وثيقه غير نظاميه الشكل، وطبيعتها غير نظاميه الشكل، لا يمكن نقاش المضمون عندما يكون الشكل معيبا لا يناقش المضمون، وما غاديش نسترد انا القوانين ديال الماليه في مضمون التجاره ولا الدوليه ديال الوالي بنك المغرب السيد والي بنك المغرب اللي كتنظم كيفيه اعطاء الاشهاد البنكي الى اخره، وما هي الملاحظات التي يجب الضمين هذا نقاش اعتقد قضائي، وسواء على المستوى يعني القضاء الجنائي والجنحي او لا على مستوى صراحه القضاء التجاري إلا كانت يعني شي دعوه ديال المتضرره ضد البنك. المشكل الخطير اللي حنا وقفنا عليه حاليا هو تحريك واحد الشكايه ديال شبهه سرقه الشيك، هناك شبهه سرقه، ما كاينش هذا الشيك ما تعطاش هكاياك، وعندنا فيديوهات اللي حنا صراحه خدينا من عند العائله واللي ها هي ربما ستعرض امام القضاء غتبقى في حينه، ولا ربما راه كاينه عند النيابه العامه اللي من المفروض انها على ضوءها تحرك الشكايه اللي تم وضعها من 16/11/2023 واللي جاوا من وراها جوج شكايات اخرين، ايضا هناك الشكايه تقدمنا ديها حنا للوكيل العام الملك بورزات ورئاسه النيابه العامه، ودخلنا رئاسه النيابه العامه البارحه وحطينا طلب مآل استعجالي، لان المحاكمه اللي غتكون نهار 7 الاستئنافيه البشرى راه اكيد جدا يجب نقاش السرقه، لان السرقه شبهه ضمن الملف ما نجزئوش النوازل، النزيلة لا تجزى، إلا جزأت النزيلة ستعطي حكما معيبا من الناحية القانونية. نتمنى أن ما عابه الهيئة القضائية الابتدائية أن تقومه الهيئة الاستئنافية، أكيد جدا أن حنا ماشي ضد يعني التقاضي ولا مراحل القضاء، بالعكس القضاء هو خصو يكون مستقل، هو عماد الدولة، والقضاء بطبيعة الحال نعرف مراحله من الابتدائي للاستئنافي للرقابة اللي كيفرضها المجلس على السلطه القضائيه، راه راسلنا السيد الرئيس منتدب المجلس على السلطه القضائيه اللي كتمنى انه يحرك حتى المفتشيات ديال القضاء في هذا الشان هذا في هذا الملف ويبتوا فيه، عطينا تقرير مفصل من الشكايات اللي فدنا بها مرفقه ولا معزز بواحد العدد ديال المقررات ديال المجلس على القضاء في هذه الترسانه القانونيه كلها، هي اللي بطبيعه الحال التي تؤسس الى الترسانه الحقوقيه والى مقاييس ومعايير مدى احترام الدوله لحقوق الانسان. القضاء راه هو العماد ديال الدوله، الا كان القضاء فيه خلل راه صافي الدوله كلها غيكون فيها خلل، لان منظومه العداله راه هي المنظومه الخطيره في بناء المجتمعات ديالنا، ولا يجب ان نعيب من ينتقدها. المنظمه الحقوقيه اللي كتقدم تقارير الدوله المغربيه لا كتقولوا حنا داكشي كنقدموا غير سليم، ها حنا غنبنيو تقديرات حقوقيه وغنبنيو وضعيه حقوقيه في مدينه ورزات بناء على هذا الملف. لدينا ملفات اخرى، كاين واحد الملف اخر كنا سبق هضرنا عليه، كاين هذاك الملف هذا كتسترط فيه المتابعه مع رجل السلطه، ولكن هذا باش يبقى بهذه الطريقه هذه الخطوره اننا نلمسوا تعطي لطبيق القانون، ما فهمناش كنطرحها بشكل بسيط، حتى الناس البرلمان والسياسيين التشريع اللي كيجيو يقلبوا على التصويت واللي هما الهيئه التشريعيه اللي كتراقب تطبيق الاداء الحكومي، يجب ان تدلي مثلها في هذه الملفات هذه، حتى هي راه رسلنا واحد الجهه في البرلمان اللي عطاتنا وعد انها غطرح سؤال في هذا الشان هذا في الملف ديال بشراء آية الفقيه، اذا ضروري انه يكون تدخل، لان راه هذه منظومه العداله هذه، الا انت بغيتي الناس يصوتوا عليك في الانتخابات باش تنزل تشرع وهذاك الشيء انت اللي كتشرع كاع ما كيتم يعني الاحترام ديالو، اذا الى اين سنصل في هذه البلاد هذه؟ ختاما صراحه كنوجه النداء ديالنا استعجالي
بغينا الاثنين يكون البت كما وعدتنا رئاسة النيابة العامة أنها على لسان أحد الأساتذة مشكور في الاستقبال ديالنا أنه 99% سيتم البت في هذا ماشي في الشكاية فقط يعني في المآل الاستعجالي للمشكي راه كاين عندهم شحال هذه وكاينه شكايه عند وكيل الامن الملك ورزازات للحاله على الاختصاص عبر خليه العنف ضد المراه والطفل وهنا كنرجع للمراه والطفل بوش رايت القيه واش ما تمش الخرق ديال الصيده وفي حقها اتفاقيه المناضله جميع اشكال تمييز المراه فقط لانه هذاك تقدم شكايه تحركت هاد التمييز المؤشرات الحقوقيه للتطبيق صراحه اتفاقيه المناضله جميع اشكال تمييز المراه بالنسبه لبوش رايت القيه هنا يظهر التطبيق ديال هذه الاتفاقيه هذه السيد قدم شكايه باعتبار الموقع ديالو باعتبار الدخوليه ديالو فواحد النهار 14/11 تم الاجراء فيها في 3 السوايع بوش رايت فقيه تقدمات في 16/11 لحد الساعه مازال ما تبدش فيها واش هذا ماشي ميز راه ميز هذا بمقاييس وبمؤشرات واقعيه بالوثائق غادي نعطيوه باش يبان هذا التمييز اذا دوك الخلايا ديال العنف اللي في المحاكم باعتقادي اعتقد او لا في اعتقادي ما ضرورتها الا كانت الامور كتمشي بهذه الطرق هذه ما ضرورتها اذا هنا حنا كتقديمات حقوقيه كنجدد النداء ديالنا في التصويب ديال ما تم صراحه ما لم يتم تصويبه او ما لم يتم تقويمه ان يتم تقويمه في هذا الاسبوع اللي غيدخل وشكرا.